الجيل القادم من الإنترنت هو للأشياء، كيف الاستفادة من البيانات ومن العقول والكوادر لبناء الاقتصاد الجديد. ولله الحمد الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ركزنا على 3 عناصر: التشريعات الذكية، البنية الذكية، وبناء الكوادر بإذن الله الذكية. في التشريعات أطلقنا تشريع وترخيص إنترنت الأشياء، وهذا سوق واعد بإذن الله. اليوم هو قرابة 3 مليار ريال، وسوف ينمو في السنوات القادمة بقرابة 26%. من ناحية البنية التحتية ولله الحمد اليوم المملكة تجاوزت المعدل العالمي، ومن ناحية بناء الكوادر تم تأهيل وتدريب أكثر من 9500. معرض يعتبر منصة تجمع الشركات المحلية والعالمية بالخبراء والمختصين. يوفر المعرض أيضا على الهامش ورش عمل ومؤتمر للتقنيات الناشئة والأمن السبراني. يغطي المؤتمر محاور عديدة مثل الإنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والبيانات الضخمة. طبعا المعرض يستهدف شرائح متعددة، سواء كانوا مختصين أو الناس يبحثون عن حلول متقدمة سواء في أمن المعلومات أو في التقنيات. وأيضا يوفر ورش عمل مجانية تساهم في تهيئة الطلاب أو المقبلين على سوق العمل. احنا نركز على إنترنت الأشياء IoT وكل الخدمات اللي تقدم تحت إنترنت الأشياء IoT، منها خدمات السحابية، ومنها السمارت باركينج، سمارت ميتر، سمارت ويست، الفيديو أناليتكس اللي هي يتنبأ على 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 على, على الأشخاص، على الوجيه، يعرف الشخص هذا مسموح له دخول المنطقة ولا غير مسموح له دخول المنطقة. مؤتمر إنترنت الأشياء يعقد هذه السنة للمرة الثانية. برأيي الشخصي مؤتمر مهم جدا، مهم زيارته للمتخصصين والمهتمين سواء علميا وأكاديميا أو عمليا، وحابين يطبقون شغلات لها علاقة بالإنترنت أوف ثينجز أو ما يعني تقدمه خدمة إنترنت الأشياء في تطبيقات مختلفة.